السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقائي، قبل اي شيء عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. مصرف الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين. اعلن مصرف الرشيد اطلاق وجبة جديدة من سلف كريدت كارد للموظفين، وذكر المصرف في بيان ان تلك السلفة تمنح لحامل بطاقة كريدت كارد، وبموجبها يحصل المستفيد على مبلغ 3 أضعاف الراتب وبحد اعلى 5 ملايين دينار. ودعا المصرف كافة الموظفين الراغبين بالحصول عليها التقديم من خلال تطبيق مصرف الرشيد. مصرف الرافدين يوافق على منح الكفيل سلفة أو قرض. أعلن مصرف الرافدين موافقته على منح الكفيل سلفة أو قرض حتى وإن كانت لديه كفالة لمستلف أو مقترض. وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن المصرف قرر أيضا قبول كفالة الموظفين المواطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا، وأشار إلى أن الكفيل بإمكانه التقديم على السلفة في أي وقت ومن فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.